واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والفساد الوظيفي والتهرب الجمركي، وتمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتهرب الجمركي والفساد الوظيفي وغسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيلين عصابيين بالشرقية والإسكندرية، استولى عناصره على 65 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة زيوت السيارات وإدارة الكافيهات والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها. لم يتمكنوا من سداد هذه الأرباح، كما أنهم امتنعوا عن رد أصول المبالغ المستولى عليها. وتمكنت مديرية أمن الغربية وفي ذات الإطار من ضبط أحد الأشخاص قام بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من مواطنين عن طريق إيهامهم بأن شركته متعاقدة مع إحدى القرى بالساحل الشمالي، وأنهم يمكنهم شراء حصص ملكية في المشروع ينتفع بها بنظام التايم شير خلافا للحقيقة، وتمكن ومن خلال ذلك من الإيقاع بضحاياه والاستيلاء منهم على المبالغ المالية. مديرية أمن الإسكندرية نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على مرتادي شبكة الإنترنت، مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك مقابل عمولة من قيمة المبلغ المحول، وذلك بالمخالفة للقانون. وتبين أن حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي بلغ 1,500,000 جنيه. مديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في الأدوية المهربة جمركياً وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة، وإنشائه مجموعة عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لتلك الأدوية، وبحوزته تم ضبط كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقرابة 2,000,000 جنيه. وعلى صعيد ضبط قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية استغل موقعه الوظيفي وقام بتمكين شخصين من القيام بأعمال البناء والاستيلاء على جزء من الطريق العام، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 3,000,000 جنيه، فضلاً عن تربحه من وظيفته وتربيح الغير. وفي إطار مكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية وبيعها بالسوق السوداء عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات ودراجات نارية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. كما نجحت الإدارة وفي إطار تصديها لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في ضبط 7 تشكيلات عصابية بالمنيا، البحيرة، دمياط، قنا، الدقهلية، الإسماعيلية والغربية لإتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث بلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي قرابة 54 مليون جنيه.